انتهاء التصحيح يوم 27 يوليو إن شاء الله، وتوقعات بارتفاع نسبة النجاح والمجاميع عن العام الماضي. كل ده هنتعرف عليه إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بيكم على قناتكم، قناة درس مش خصوصي مع محمود زكي. لو أنت بتشوفنا لأول مرة، يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد، ولو أنت متابعنا يا ريت لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. أهلا بيكم مرة أخرى. التصحيح إن شاء الله هيخلص يوم الاثنين 27 يوليو بإذن الله، وفي خبر من دكتور رضا حجازي المسؤول عن الثانوية العامة بيقول ان نسبة النجاح اعلى من العام الماضي، كمان المجاميع اكتر بكتير من العام الماضي. وعلشان كده انا هسيبكم مع الصور دي ومع الفيديو ده تقروها وتطلعوا عليها، وكمان تعرفوا التنسيق باذن الله. التوقعات لكل الكليات هيكون المجموع ليها للقبول بالحد الادنى كام، وهتعرف من خلاله ان شاء الله أنهي كلية ممكن تلتحق بيها لو جبت أي مجموع ممكن تتوقعه. تعالوا مع بعض نشوف التوقعات للتنسيق عام 2020.